كلام على حلاوة وجمال الشطات دي اللي بنتمنى ان هي تتكرر مع النادي الاهلي في كل المنافسات وفي كل البطولات باذن الرحمن، اكيد بصفة خاصة كاس العالم للاندية. الفقرة دي هنتكلم فيها مع حضراتكم يعني في حوار كروي بحت، هنتكلم فيه عن كاس العالم للاندية، وهنتكلم فيه بطبيعة الحال عن جوائز الكاف والكرة العالمية كمان، والمصريين المحترفين في الخارج واللي عاملين شغل ممتاز في الفترة الأخيرة، كل واحد فيهم على حدة في الدوري الأوروبي اللي هو بيلعب فيه. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا أستاذ كريم، صباح الخير يا أستاذ نواند، ودايما بكون سعيد وأنا موجود مع حضرتكم. أهلا بيك مسيو نادر. وخلينا نبدأ، الملف الأبرز حاليا هو أكيد كأس العالم للأندية والنادي الأهلي والمشاركة والمباراة الافتتاحية هتمشي إزاي، وفي نفس الوقت مين المرشح الأكبر إن هو يعني يبدأ مع النادي الأهلي. خلينا نبدأ من هنا، يعني الكلام كله بيروح إن اتحاد جدة أكيد فرصه أكبر بكتير، ناس تانية وقلة بتقول لك لا اتحاد جدة مش اتحاد جدة اللي إحنا نعرفه تماما، عنده مشاكل كتيرة، عنده إصابات وغيابات بتؤثر عليه، حتى لو أنت كنت بتتكلم في كذا اسم طبعا كبير، لكن ده مش دليل او انديكيشن ان ممكن يفوز بسهوله على اوكلاند سيتي. خلينا نبدا من هنا. طبعا بالنسبه لبطوله كاس العالم للانديه انا شايفها هتبقى بطوله صعبه جدا على كل الفرق، يعني 5 فرق من الـ7 المشاركين عندهم اسلحه وانياب قادرين على تهديد الخصوم بها. الاتحاد الجده السعودي اعتقد هو الاقرب في المباراه الافتتاحيه النهارده ان شاء الله الساعه 8 قدام اوكلاند سيتي، هو القادر على الفوز، ولكن انا شايف ان الاتحاد السعودي عنده مشاكل خاصه في الجوانب الدفاعيه. النادي الاهلي طبعا قادر بشكل جيد يشتغل عليها، اعتقد فرصه النادي الاهلي يعني ممكن يوصل للمباراه النهائيه فرصته في وجهه نظر فرصه جيده، ولكن متوقفه على حاله لعيبه النادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي في البطوله دي يظهر بشكل مختلف. طبعا النادي الاهلي الفتره الاخيره بيقدم اداء متذبذب سواء في بطوله الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن نتمنى ينزل ويظهر بشكل مختلف في هذه البطوله ويبقى عنده دوافع مختلفه. اعتقد حسين الشحات وبيرسي تاو لو شغالين بشكل جيد، فريق اتحاد جده السعودي عنده مشاكل في الجوانب الدفاعيه، يعني الاظهره عنده سواء زكريا هوساوي او حسين كادش عندهم مشاكل، ما عندهمش القدرات الدفاعيه بالشكل الامثل. طبعا النقطه المميزه عندهم في اتحاد جده السعودي الخط الامامي كريم بنزيما وصلاح العمري وعبد الرازق حمد الله، فلازم طبعا مدافعين النادي الاهلي يبقى عاملين عليهم رقابه بشكل جيد. عشان كده وانت بتقولي الموضوع معتمد على حاله لعيبه النادي الاهلي، صراحه انا قلت لا، ولاعيبه نادي الاتحاد كمان اتحاد جده يعني على حسب وضعهم في المباراه دي هيكون عامل ازاي. بس الـ يعني كتير من الناس شايفين ان اتحاد جده في الفتره الاخيره في بيعاني من شيء من التعثرات انجاز التعبير، لكن هل اللي حاصل مع اتحاد جده ممكن ياثر على الزخم اللي عنده من اللعيبه ولا سيما المحترفين منهم؟ يعني انا اعتقد انا شايف مستوى الاتحاد يعني شبيه شويه لحاله النادي الاهلي، يعني هو لعب 8 لقاء 16 لقاء في الدوري السعودي، فاز في 8 وخسر في 4 وتعادل في 4، فبرضه النتائج مش في احسن حال. كمان راح نوني سانتو وجي مارسيلو جياردو لسه محتاج وقت عشان يختار التكتيك المناسب اللي يساعد لاعبته بشكل جيد، فلسه محتاج وقت عشان يستكشف اللاعبين. فانا شايف برضه الاتحاد هيكون لو لعب النادي الاهلي هيبقى برضه لقاء صعب جدا، واعتقد هيبقى برضه عنده الدافع مختلف عن الدوري السعودي. طبعا شفناه اللقاء الاخير خسر من دمك في الدوري وقدم اداء غير جيد برضه، مفاجاه غير متوقعه، ولكن ان شاء الله طبعا النادي الاهلي يعني المره التاسعه في تاريخه والرابعه على التوالي، اعتقد الجيل ده بقى عنده الخبرات الكافيه اللي هو يقدر يتعامل مع البطوله دي. فانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله يعني قادر على عبور اتحاد جده، ولكن هيلاعب بعد كده بطل ليبرتادوريس فريق فلومينزي البرازيلي، برضه ده فريق مش بالسهل، عنده لعيبه مميزه جدا معاهم المدرب فرناندو دينيز، خد بطولة ليبرتادوريز، أبرز عناصر الفريق عندهم فابيو حارس المرمى يعني 43 سنة، ولكن طول مشوار بطولة ليبرتادوريز صد 40 تصدي وده رقم كبير جدا. أكيد. عند طبعا لاعب كينو لاعب بيراميدز كلنا عارفينه. وفي الخط الأمامي عندهم طبعا جيرمان كانو ده مهاجم أرجنتيني هداف بطولة كوبا ليبرتادوريز، المهارات البرازيلية كمان في معاهم مهارات، طبعا برضه فريق هيكون صعب، ولكن أنا شايف إن شاء الله النادي الأهلي لو في حالته إن شاء الله يعني نوصل للمباراة النهائية طبعا نلعب بطل أوروبا السيتي. والله في ناس كتير معرفش ليه بتقول لك انا عندي امل ان ممكن يكون فعلا في النهائي الاهلي ومان سيتي، يعني المشهد ده يعني ممكن الناس تقول لك لا ما فيش اساس عشان تتكلم بالمنطق ده، في ناس تقول لك يعني بعيد شويه، بس انا بحس ان ممكن جدا، يعني يو نيفر نو، ما فيش توقعات في كره القدم، وفرص النادي الاهلي حتى وان كان زي ما انت بتقول الوضع متذبذب شويه فنيا، لكن انا بشوف ان ده دفع اكبر ان انا في
بطوله كبيره زي دي ان انا اعمل واركز وادي كل الفنيات اللي اقدر عليها سواء بقى على مستوى الجهاز الفني او اللعيبه، هل انت بتتفق مع الراي ده؟ ودي النقطه طبعا اللي انا متفق معاها، انا شايف النادي الاهلي فرصته كبيره جدا، خاصه النادي الاهلي دايما انا براهن عليه في البطولات الكبيره. يعني حتى لو الاهلي مش في احسن حاجه، حصل قبل كده على فكره الاهلي ما كانش بيبقى في احسن حاله، ولكن بيظهر بشكل جيد وبيبقى في تجمع مع اللعيبه وبيتكلموا مع بعض عشان يظهروا بشكل وصوره مختلفه. فانا شايف ان النادي الاهلي في البطوله دي هيبقى الدوافع مختلفه عن الدوري ودوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يعني هيفرحونا ان شاء الله في لقاء اتحاد جده، وانا عندي امل ان هنلعب النهائي السنه دي ان شاء الله.